السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفية النجاح. لازلنا في إطار الحديث عن المفهوم الأول من مفاهيم مجزوءات المعرفة، هو مفهوم النظرية والتجربة. بعدما رأينا المحور الأول التجربة والتجريب، الآن سنتحدث عن المحور الثاني المعنون بالعقلانية العلمية. قلت بأن هذا المفهوم السؤال المركزي والمحوري والكبير الذي يؤطره هو كيف تبنى النظريات العلمية، بمعنى أن المحاور الثلاث الأساسية تجيب عن سؤال كيف تبنى النظريات العلمية. إذن شفنا في المحور الأول أن النظريات العلمية تبنى بواسطة التجربة، ورأينا مميزات وخصائص التجربة. الآن مع المحور الثاني سنتعرف على العقل كأساس تبنى من خلاله النظريات العلمية. إذن ما هي مميزات وخصائص هذا العقل؟ أولا يجب أن نتعرف على الهدف من المحور. فالهدف من هذا المحور هو محاولة معرفة خصائص ومميزات العقلانية العلمية ودور العقل في بناء النظريات العلمية. إذن الهدف واضح، الهدف أن نتعرف على مميزات وخصائص العقلانية العلمية، بماذا تتميز، بماذا تتصف إلى غير ذلك، ثم دور العقل في بناء النظريات العلمية. ومن هنا يمكن أن نتساءل ونقول كيف تطور العقل، وما هي خصائص ومميزات العقلانية العلمية، وهل العقل لوحده قادر على بناء النظريات العلمية أم أنه يحتاج إلى التجربة؟ إذن للإجابة عن هذه التساؤلات نبدأ أولا مع محمد أرجون. سنتحدث عن مراحل تطور العقل الأوروبي. فالمرحلة الأولى يعتبرها محمد أرجون هي مرحلة العقل اللاهوتي القرسطوي. العقل في هذه المرحلة كان خاضعا لتعاليم الكنيسة وتطبيقها دون ما حاجة إلى استعمال العقل والقبول بالغيبيات، بمعنى أن هذا العقل الإنساني هذا كان عقلا يؤمن بالخرافة، يؤمن بالأساطير، يؤمن بالغيبيات، ويعتبر الكنيسة هي بمثابة الوصي الذي يملي تعاليمه عليه. وبالتالي فالإنسان لا يحتاج إلى أن يفكر في القرون الوسطى، بل الكنيسة هي التي تفكر مكان الإنسان، أي أن العقل هنا عقل غير مشتغل، عقل لا يشتغل على الإطلاق، بل الكنيسة هي التي تفكر. على غرار في القرن السابع عشر أو ما يسمى بمرحلة القرن السابع عشر مع كل من ديكارت وسبينوزا سينتفضان ضد العقل اللاهوتي ويؤسسان لعقل جديد، حيث تم فيه إعطاء الاستقلالية الذاتية للعقل البشري. لهذا يقول روني ديكارت إن العقل هو أعدل قسمة بين الناس، يعني هنا يؤكد روني ديكارت على أن العقل الإنساني هو ميزة خاصة بالإنسان وهو أعدل شيء أعطي للإنسان، بمعنى أن جميع الناس منحوا العقل وللذات الإنسانية أيضا. عندما يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني الوجود هنا يرتبط بالذات، يسمى ديكارت الأنا المفكر أو الذات المفكرة. هذا العقل الذي أسسه كل من باروخ سبينوزا وروني ديكارت حقق إقلاعا فكريا معرفيا فلسفيا للإنسانية، وبالتالي فقد أسسه ديكارت وسبينوزا على أسس يقينية مطلقة. شنو المعنى ديال هاد أسس يقينية مطلقة؟ بمعنى أن العقل عند روني ديكارت وسبينوزا لا يخطئ، فالعقل مزود إن شئنا القول بأشياء فطرية ويستطيع الوصول إلى حقائق مطلقة. فالحقيقة مع ديكارت وسبينوزا هي حقيقة مطلقة وليست نسبية. إذن هذه هي خصائص ومميزات العقل عند كل من سبينوزا وديكارت. نشوفوا أخيرا المرحلة الأخيرة هي التي أصبحنا نتحدث فيها عن ما يسمى بالعقل النسبي. شنو كنقصدوا بالعقل النسبي؟ أو كما يقول محمد أرجون هو عقل نقدي، يعني عقل يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يقبل الاختلاف، يستطيع أن ينظر إلى الحقائق باعتبارها أشياء نسبية وليست أشياء مطلقة. ولهذا فإن هذا العقل قادر على تصحيح مساره أو تعديله إن اضطر إلى ذلك. فالحقيقة هنا لم تعد حقيقة مطلقة، بل أصبحت الحقيقة نسبية، وأصبح العقل
قادرا على مراجعة ذاته وتصحيح مساره وتصحيح أخطائه. إذن هنا نلاحظ على أن العقلانية العلمية المعاصرة تختلف، أو العقلانية هنا تختلف عن العقلانية في القرون الوسطى وفي القرن السابع عشر. فهذه العقلانية تتميز بكونها عقلانية نسبية ارتبطت بعلم انطلاقا مما هو نسبي. هذا فيما يتعلق بموقف محمد أرغون. شوفوا الموقف الثاني وهو موقف غاستون باشلار الذي يتحدث فيه عن حوار العقل والتجربة. فباشلار انطلق من فكرة مفادها أن كل من العقل والتجربة قاصران وعاجزان عن بناء النظريات العلمية. ففي العلوم المعاصرة لم نعد نعتمد على العقل لوحده بشكل جاف، ولم نعد نعتمد على التجربة لوحدها بشكل مستقل عن العقل. ولهذا فلكي نؤسس العلوم الفيزيائية المعاصرة فإنه أصبح بالإمكان أو من اللازم على العالم الفيزيائي أن يقيم حوارا فلسفيا بين العالم العقلاني والعالم التجريبي. بمعنى أن العالم الفيزيائي يجب عليه أن يكون عقلانيا وأن يكون تجريبيا في نفس الوقت. ومعنى هذا القول أن عالم الفيزياء يحتاج إلى يقين مزدوج. أولا يقين بوجود الواقع في قبضة ما هو عقلي، هذا الواقع يجب أن يدرك وأن يفهم عقليا. ثانيا يقين بأن الحجج العقلية مرتبطة بالتجربة، الحجج التي يصوغها العقل فهي مرتبطة بالتجربة أساسا. ولهذا فإن العقلانية العلمية المعاصرة حسب غاستون باشلار لم تعد وعيا معزولا عن الواقع ولا واقعا مستقلا عن العقل. إذا لاحظوا معي هنا هذا الترابط بين ما هو عقلي وما هو واقعي، بل هي عقلانية فلسفية مطبقة ومفتوحة، يعني منفتحة، يعني ما هو عقلي منفتح على ما هو تجريبي وما هو تجريبي منفتح على ما هو عقلي. والمعرفة العلمية إنما هي نتيجة لهذا التكامل، لهذا التآزر، لهذا التضافر، ولهذا الانسجام بين عمل كل من العقل والتجربة. فالعقل ينتج الأفكار والتصورات، والتجربة تعمل على استخلاص المعطيات الحسية. يقول غاستون باشلار في كتابه العقلانية المطبقة: لا تتشكل العقلانية إذن داخل وعي معزول عن الواقع. إذن هكذا يتضح على أن هناك حوار يجب أن يقيمه العالم الفيزيائي بين ما هو عقلي وبين ما هو تجريبي. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد أكملنا المحور الثاني المعنون بالعقلانية العلمية. انتظرونا في المحور الثالث والأخير المعنون بمعايير علمية النظريات العلمية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.